السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن فيتشر مهمه جدا في الباوربوينت، وهي السكشنز. السكشنز هي طريقه بسيطه لتنظيم الفولدرز بتاعتنا، تنظيم السلايدز على شكل فولدرز. فببساطه كل اللي بنعمله ان انا اختار السلايد اللي انا عايز اعمل، ابدا من عندها سكشن وبدوس على اد سكشن. بيسالني على الاسم، هقول له مثلا سكشن 1. تعالوا نتعرف على السلايدز اللي عندنا. انا هعمل سلايدز مسميهم من 1 لحد 6 باسمائها كده، خلاص. طيب انا let's say ان انا من سلايد 1 لحد 3 عايز اخليهم سكشن، ومن اول 4 سكشن جديد. فممكن اطلع هنا ادوس اد سكشن، او ان انا اعمل رايت كليك واد سكشن واسميه سكشن 2. طيب استفدت من ده بايه؟ استفدت ان انا نظمت الموضوع كفولدرز. ممكن لو عملت رايت كليك على اي حاجه اعمل كولابس فيروح مصغرهم، او اكسباند فيروح مكبرهم تاني. برضو طريقه تانيه للكولابس هي ان انا ادوس على ده. طريقه تالته ان انا اعمل دبل كليك على الكلمه. طيب لو انا عايز اعمل رينيم للسكشن ده، السكشن ده مش عاجبني اسمه، رايت كليك ورينيم. برضو احد الاوبشنز التانية ان انا ممكن اريموف سكشن فامسح السكشن، هعمل اندو. احد الطرق التالتة ان انا اعمل ريموف سكشن والسلايدز اللي جواها، فبالتالي انا بقت وسيلة ان انا ممكن اتخلص من كل السلايدز دي مرة واحدة، فشلت كل السلايدز، اندو. اخر طريقة هي ان انا اعمل ريموف للسكشنز من غير ما اشيل السلايدز، يبقى بالتالي رجعت للاول مفيش اي حاجة. اخر فيتشر عايز اوريها لكم هي فايده او حاجه بنستفيد منها من دي في النافيجيشن اكتر. ممكن نعمل اندو، هرجع تاني للسكشنز وهختار السلايد الاولانيه وهعمل ريفرنس للسكشن التاني والسلايد الاولانيه. فانا عامل سيلكت للسلايد الاولانيه، بمسك كلمه سكشن واجرها، اروح رايح على سلايد 1 دي واسيبها. اللي بيحصل ان بيديني زي بريفيو كده صغير للسكشن بتاعي. الفيتشر دي موجوده من اول باوربوينت 2019 فقط، ودي حاجه اسمها الزوم، زوم تول. ودي فيتشر شبه كده اللي هي البريتزي لو عارفينها، طريقه مختلفه كده في البرزنتيشنز. تعالوا نبص، لو دوسنا F5 بيبقى عندي السلايد الاولاني، نيكست، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، لحد ما نخلص، ده الطبيعي. طيب لو انا دوست F5 تاني ودوست على ده، لما بدوس على ده راح مباشرة لسلايد 4 5 6، يرجع تاني لسلايد 1، بعد كده نروح مكملين 1 2 3 4 5 6. يبقى ده عمل ايه؟ يبقى عمل ترانزيشن. طيب هتقول لي طب احنا استفدنا ايه ما انا رجعت تاني؟ لو انا عايز ان اعتبر انه سكشن 1 سكشن 2 يعتبر تابع ليه او صاب منه، وكنت عايز ان انا اخش وما ارجعلوش تاني، في تريك ممكن اعملها ان انا اخلي سكشن ده هيدن ما يخشش خالص عليه باي ديفولت. فنعمل ايه؟ اختار، لمجرد ان انا ادوس على كلمه سكشن بيختار لي كل الحاجات اللي فيه، رايت كليك على اي سلايد منهم ونعمل هايد، هايد سلايد. بيحصل ايه؟ بيحصل انها كل الحاجات اللي فيها بتختفي، وبيتعمل عليها الشرطه دي وتلاقيها، الشرطه دي وتلاقيها بقت ايه، ترانسبيرنت شويه. تعالوا ندوس F5 ونشوف كده. لو انا كملت هيبقى 1 2 3 وبعدين يقفل السلايد. نفتح F5 تاني، لو دوست على دي هيبقى 4 5 6 وبعدين يرجع لواحد، بعد كده اكمل 1 2 3 عادي. يبقى بالحركه دي تريك لطيفه بتخليني اقدر اعمل سب مينيوز، وكان سكشن 1 ده تحت سكشن 2 تحت سكشن 1، واقدر اعمل الموضوع ده بافكار حلوه واخلي المحاضره بتاعتي اكتف قوي. اتمنى ان انتوا تعملوا اكسبلورنج للموضوع ده وتجربوه وتستفيدوا من الأفكار الموجودة هنا. شكراً.